طيب وشخص معطاء. هذه هي النبذة القصيرة عني، إن أنا شغال بشركة زين وبقدم استشارات وتدريب بالإعلام الاجتماعي. ممكن تواصلوا معي على هذه القنوات، والبرزنتيشن راح أرفعها إن شاء الله على سلايد شير. شكرا ويعطيكم العافية، وإذا في أي سؤال أنا حاضر. مرحبا، كيف الحال؟ معكم خالد الأحمد من الأردن. حاب اليوم أحكي معكم عن تجربتي الشخصية. أنا مرات يعني دائما بحكي عن الإعلام الاجتماعي ومواضيعه وآدابه، المرة بنحكي عن شوية عن بعض القصص اللي مرت فيها. طيب، في 1968 شرف رقم 2، كنت أنا وإخواني كلياتنا 7، انولدنا بالكويت وكملنا دراسة، دخلنا التوجيهي، وبعد التوجيهي علامات ما كانش قد كويسة يعني، بس العلامات مش مقياس بالمرة لنجاح الشخص. فبعديها كان انه خيار، طب اذا انا ما كانش علاماتي كويسه وين اروح، ايش ادفع اهلي؟ فكان في عندي فرصه اني اروح على الجزائر بمنحه لمده طب اسنان، بس كان المشكله انه بالفرنسي. فرحت سنتين هناك، بس كانت يعني تجربه فاشله جدا، ورجعت على الكويت بعديها. ومن بعدها رحت على فوصلنا أمريكا ب 1989، أخذت الكورس تحضير التوفل وجبت فيه علامة كويسة، كنت الثالث على الدفعة لأن كانت الإنجليزية عندي كويسة. وبعدين حكيت خلاص أنا هلأ بدي أدور على شغل. فأول شغل حصلت عليه كان عبارة عن غسل الصحون في مطعم صيني، ومن ثم ترقيت إلى بس بوي، ومن ثم ترقيت إلى ويتر. التجربة هذه كانت مهمة جدا بحياتي، لأنه علمتني أني أحترم الشغل وأني أقدره، مش بس أشتغل هيك من أفا إيدي، لا الشغل. وكيف أني مثلا أشتغل من دين ورب، ولما أعمل شغلة خلال عملي بالمطعم أني بس أنجز المهمة تبعتي، أنجز المهمة تبعتي وأحضر للشخص الثاني، للشخص القادم. فهذه كانت مهمة جدا. أول 10 سنين أنا قضيتهم بأمريكا يعني بشغل مطاعم و gas stations، وما كان في عندي صراحة أي هدف غير إني أعيش يوم بيوم وأبسط حالي. فمن خلال تجاربي وعيشتي بأمريكا حبيت شغلات على الأونلاين، حبيت كنت بحب الإنترنت كتير. فأول إشي تواصلت عليه وتعرفت عليه اللي هو كان الـ MIRC. كنت دائما متواجد في غرفة فلسطين على الدالنت، تعرفت على شباب كتار، في شباب اللي هلا بعرفهم تقريبا 20-25 سنة بعرفهم بس على الأونلاين. وبعدين كمان تعلمت على الأمريكا أونلاين اللي هو AOL، وخلاله تعرفت على الأمريكان اللي عندي بالستيت بالولاية، وتعرفت كمان على الأرب أمريكانز. فمرة سوينا اجتماع بشيكاغو، كل الأرب أمريكان سافروا من كل الولايات والتقينا بشيكاغو، وكانت تجربة حلوة. هذا شوية سوى هيئ الشغف تبعي للإعلام الاجتماعي، إنه كنت بحب دائما أبني العلاقات على الانترنت واتواصل مع الناس. بعدين بال2000 اشتغلت بشركة
ببلشنج وكنت الاي تي جاي تبعهم. ما لهلا ما كنت داخل الجامعة، بس من حبي للإنترنت قدرت اني اقنعهم ان انا عندي القابلية اني اتعلم شغل الكمبيوترز اللي هو A بلس، فشغلوني وعلموني فيه. كان واحد معلم امريكي علمني كيف اصلح الكمبيوترات واحط اسوي السيت اب تبع السوفت ويرز والتلفونات، وكانت بداية كويسة جدا وكنت محبوب كثير بالشغل لحديت ما صار ال 9/11 وصرت أكثر واحد مكروه بالشركة. فخلال أسبوعين من ال 9/11 طلعوني من الشركة. فبالنسبة لي الموضوع كان يعني شوي قوي، لأنه أنا يعني كنت يعني ما مصدق ألاقي شغل بشركة. و ف رحت دورت على شغل تاني، رجعت عند شغل عند العرب ولقيت شاب عنده محلات موبايلز، فاشتغلت عنده. كنت زي سيلزمان، يعني ما كان عندي مشكلة ان انا بعد علمته هذا كله مثلا ابدا من اول وجديد. كنت متزوج، انا تزوجت بعمر 32، الحمد لله الله رزقني بطفلين، وهلا برضو عندنا الثالث، فالحمد لله رب العالمين. فبسن ال 35 حكيت انا هلا صار عندي اولاد، فلازم انه يعني اذا الاولاد كبروا وابوهم ما عندوش شهاده جامعيه، ايش بيكون البنش مارك تبعهم؟ فانا كنت بفكر انه لازم اكون مثال وقدوه لإلهم، فلازم اجيب هالشهاده. بالنسبه لي الشهاده ما كانت هالعلم، شهادة بالنسبة لي عبارة عن ورقة فقط بتحطني بكادر معين من المجتمع، وأنا كنت بدي أوصل للكادر هذا. فمن بعض تجاربي على الإنترنت 2005 كونت أنشأت أول مدونة لإلي، وسويت بحث ولقيت في مدونين بالكويت وتواصلت معهم وكنت جزء من المدونين المجموعة الكويتية. وبعدين دورت كمان لقيت مدونين أردنيين واشتريت حتى الجوردن بلوجز اللي هو هلا صار إذا بتحكي دليل للمدونات الأردنية.2007 الحمد لله تخرجنا بماجستير إدارة أعمال، وقررت إنه بعد 18 سنة عيشي بأمريكا خلص بكفينا ولازم نرجع على الدول العربية. فرجعنا على الكويت ب 2007 ل 2008. 2008 اشتغلت بشركة كويتية بس بالأردن، فكان الوضع ممتاز جدا لأنه أنا ساكن بالأردن ومعاش كويتي وما فيش مكتب، يعني بشتغل من البيت. كنت الكونتري مانجر لرمادا هوتيلز، ف اشتغلت سنة معهم بين الأردن، سنة بالكويت وسنة بالأردن. بعدين قررت إنه ب 2009 إنه خلص أنا لا بدي أوقف كل إشي وبدي أشتغل بالشغلة أنا بحبها. فحكيت من يوم وطالع أنا بدي أشتغل بالإعلام الاجتماعي، هذا الشغف تبعي وهذا ماخذ كل وقتي، فحرام ما أستغله بطريقة كويسة. فلما تركت من الجامعة من الشركة الكويتية، طب كيف إيش بدي أسوي هلأ؟ فجت على بالي فكرة، رحت على اللينكد إن دورت على الـ HR Managers بالأردن وجبت تقريبا 10 ل 15 شخص، تواصلت معهم أخذت إيميلاتهم، كتبت إيميل نبذة عني وإيش درست وشو سويت وإيش حابب أسوي. فبعد أسبوعين كنت شغال بشركة أرامكس.
نحكي شوي عن تويتر. لما دخلت بالأردن كنت داخل على تويتر بشكل قوي ب 2009، ما كانش يعني كثير ناس داخلين عليه زي هلا، وكنت بقضي فيه وقت كثير. فالشغلة الجديدة اللي سويتها إنه صرت أسوي اجتماعات برا، فإحنا نحكي على تويتر وبعدين نروح نلتقي برا. فتويتر جمعنا وتقابلنا يجي منه انه يوم من الايام فكرنا، حكينا يا عمي بدل ما احنا قاعدين هيك كل يوم بنشرب قهوه بنحكي، خلينا نسوي شغله مفيده الناس يستفيدوا منها. فسوينا انا ومجموعه من الشباب عمان تك تيوزداي، ملتقى عمان التقني اللي هو بصير كل شهر، وهلا له تقريبا 3 سنين صار له. ف وصار هو عباره عن ملتقى بنجيب فيه متحدثين يعني خواص وسكيلز مختلفة تقنية معظمها، وبصير يعطوا يفيدوا الناس من عندهم. كانت تجربة ناجحة، اجى حتى رئيس الوزراء وقتها سمير الرفاعي اجى على الايفنت واعلن على تويتر الاكونت تبعه الجديد. بعض الشغلات اللي سويتها برضو على الانترنت، اني سويت مقابل مع وزير الخارجية كيو ان اي عن طريق تويتر، وسجلناها وحفظناها. كانت يعني شغلة جديدة بال2010 انه نسوي مقابلة على تويتر مع شخصية حكومية كبيرة. ب 2010 برضو اجوا وصار في محادثات بيني وبين الرئاسة انهم بدهم يسووا قسم اتصالات كبير، وحيكون في قسم اتصالات رقمية. فصار في تواصل بيننا واشتغلت معهم لفترة معينة. وبرضه ب 2011 تركت الرئاسة لأنه تغيرت الحكومة وصار في توجه مختلف، وحكيت خلص أنا هلأ بدي أصير أعمل تدريب بالإعلام الاجتماعي. المشكلة هون إنه أنا عندي الستيج فير، عندي رهبة الجمهور، فما بقدر أيامها كنت أوقف على المسرح وأحكي مع الناس. فهاي المشكلة يعني كانت عائق، فحكيت لازم اتغلب عليها. فايش سويت؟ صرت اول شيء اعزم، اسوي ورشات صغيره واعزم اصحابي واصير احكي قدامهم. اولها كان الموضوع صعب جدا، كنت عارق كتير وما فيش ولا كلمه تطلع وبلاوي. بعدين رحت شفت مختصين نفسيين ومختصين كمان لهم بالبابليك سبيكينج، والحمد لله يعني زي ما انتم شايفين شوي سلكت شوي شوي وسلكت. حلو كتير. اه بالضبط، ب 2012 بديت الشغل بشركة زين، احكي لكم كيف بديت. يوم من الايام وانا يعني قاعد بالليل هيك وشغال، الحمد لله شغلي كويس يعني بالفريلانس، حكيت انا حابب اشتغل برضه بشركه. فبعثت ايميل للسي او تبع شركه زين وحكيت له انه انتم من اوائل الشركات اللي داخلين بالسوشيال ميديا وهذا شغله ممتازه، بس انتم عندكم سوشيال ميديا فريلانس، ويوم من الايام السوشيال ميديا حتنضج عندكم وحتصير ان هاوس، حتصير انتم تعملوها جوا الشركه. انا حابب احكي لك انه ممكن انه انا اكون الشخص اللي اقدم لك واسوي لك الديبارتمنت هذه. فهذا كان ايميل كويس، وصار في مقابلة ناداني وقابلني وحكينا مع بعض وسوينا لقاءات وميتينجز 4 تقريبا. كان كل شيء ناجح، بس ترك الشركة وسافر
فبعد سنة بالضبط تواصلوا معي مرة ثانية، والحمد لله هيني شغال بشركة زين. بعض الشغلات اللي سويتها، كان في مثلا مسابقة عالمية اللي هي Content Curation، الناس اللي بحبوا يسووا شير للمواضيع المهمة والجديدة. أنا بحب الشغلة، أنا كل يوم لازم بطالع كل إشي جديد على الإعلام الاجتماعي، وبحب أنشره للناس، وبحب أشوف وأفيد الناس. فرشحت حالي للمسابقة هذه. أنا بس بحب أحكي لكم عن المسابقة هاي ليش؟ لأنه بالفترة هذه كان في كتير، يعني في ناس مش هالقد يعني مغرمين بخالد، فصارت في حملة كبيرة شرسة علي إنه أنا ما أفوز بالمسابقة هاي. فالحمد لله فزنا برقم 2، الحمد لله رب العالمين. شغلة تانية اللي هي كلاود هيرو، قدمت لها وحكيت إذا أي واحد بيعتقد إنه مثلا تغريداتي مفيدة ممكن يرشحني، وكان الترشيح عالي جدا والحمد لله، فشكرا للجميع. أنا قابلت كتير سيلبرتيز، وكان لي الشرف إني أقابلهم والحمد لله رب العالمين. لكن انا الابطال الحقيقيين في حياتي اللي هم عيلتي، اللي هي مرتي واولادي. في اخر شيء بدي اعطيكم بس هدول التبس اللي انا بعيش يعني خلالهم. ما تخلي بعض الناس يغيروا الانسان الطيب اللي بداخلك مهما عاملوك بقسوة، ما تنزل لمستواهم. حاول أن يكون كل إشي بصدر منك له قيمة مضافة للناس. أعطي بسخاء بدون مقابل، دائما تكون شخص معطاء. اغفر مش للناس بس لأجلك، عشان اللي بضله يحقد، أو اللي في شغلة أو كره جواته، أو اللي انظلم مثلا وبضله بفكر بالموضوع هذا، هذا الشغلة حتضلها حابستك. فإذا أنت بتغفر، هذه إنك أنت أطلقت سراح حالك، وممكن بعديها تتقدم. وساعد الناس اللي ما بيقدروا يفيدوك بإشي، هذا يعني أكبر مقياس على قديش أنت بتكون. طيب وشخص معطاء. هذه هي النبذة القصيرة عني، إني أنا شغال بشركة زين وبقدم استشارات وتدريب بالإعلام الاجتماعي. ممكن تواصلوا معي على هذه القنوات، والبرزنتيشن راح ارفعها ان شاء الله على سلايد شير. شكرا ويعطيكم العافية، واذا في اي سؤال انا حاضر.